سلام اخواتي، كيفكم دايرين؟ لاباس بخير، نتمنى تكونوا لاباس. اليوم باغي ندير معكم مربى ديال المشمش او الكوفتير ديال المشمش. كيجي زين، كيجي عاقد. بسم الله على بركه الله نبداو. عندي هنا كيلو ديال المشمش، يكون طايب، يكون حلو ما يكونش حامض. عندي هنا 750 غرام ديال سنيده. عندي هنا نص ليمونة، ليمون حامض. نقيو هاد المشمش، نقلعلو كامل العلف. أنا غادي نقيه معاكم، نقلعلو العلف كامل ونقطعو. من بعد ما قلعتلو العلف راني نقطع فيه، نقطعو كامل. اللي بغات تخليه هكذا تقلعلو العلف وتخليه تقطعو على جوج، من بعد تطحنو تقطعو على جوج. انا ما غاديش نطحنو، على هكذا قطعتو كامل. نزيد عليه هاد 750 غرام ديال السنيده. اللي باغيه دير كيلو دير، يعني في الحقيقه كل كيلو فيه كيلو ديال المشمش فيه كيلو ديال السنيده. انا ما درتش بزاف، ما غاديش يبطالي. لهكذا درت 750 غرام. نزيد عليها واحد جوج معالق ولا ثلاثه ديال عصير الحامض، اللي ما عندهاش بلاش، ماشي ضروري. هذاك العصير ديال الحامض كيلعب واحد الدور، ما كت مش ماشي يبقى في اللون ديالو، كيبقى صفر، ما غاديش يحمر بزاف. نزيد فيها جوج الفات ديال المشمش، ما بغاش يديها بلاش. انا مورفه كندير فيه العلف وكندير فيه حتى اللوز ديال العلف ديال المشمش. نخلط هادشي مزيان، ندخل هاد السنيده في المشمش مزيان، ونخلي واحد 3 ديال الساعات ولا 2 ساعات حتى تذوب السنيده وتطلق الماء ديالها. من بعد نشعلوا لها البوطون، طيبو بحال هكا تجي. دابا خلينا واحد جوج سوايع تطلق الماء ديالو. انا غادي نزيد عليه واحد جوج ديال اللوز ديال العلف ديال المشمش. انا قلت لي بغات ديرو ديرو، اللي ما بغاتش بلاش، ماشي ضروري. نديرو على البوطة، من يبدا يغلي كدير هذيك الكشكوشه نحيدوها. كاين اللي كيزيد واحد المعلقه صغيره في ديال الزبده بلا واش ما ديرش ديك الكشكوشه. معنا دايره واحد الكميه قليله، ما قلت بلاش، غادي نحيدها وصافي. نخلطو فيه، كل ما دير هاديك الكشكوشة نبقاو نحيدوها حتى يطيب. صافي حنايا راه طيب عندنا هنايا وجد. اللي ما يعرفوش بحال المبتدئين، اللي ما يعرفوش الاخر الطياب ديالو، يديرو شي طبسي صغير في فريغو يكون بارد، ويهزو واحد معلقه ديال الكوفيتير حطوها في الطبسي ويديروا بصبع يديهم. ولا ولات هذيك الشرطه راه مازال ما واجدش ولا ما رجعتش، صافي راه وجد عندنا الكوفيتير. انا هنا راه واجد، صافي غادي نخليه حتى يبرد نوريه لكم. انا درته في الصباح، خليته حتى العشيه. ها شوف كي جا عاقد. انا نحيد هاد العلفه اللي كنت دارتهم، كيجي تقيل. نعمرهم انا دابا في القراعي ديال الزاج، يكونوا معقمين. وغادي نوري لكم كي جا
شت كيجي اللون ديالو اصفر، ما كيجيش محمر، كيجي تقيل. قلت لي بغا دير كيلو، دير كيلو ديال المشمش مع كيلو ديال السنيدة. انا درت هنا قلت لكم 750 غرام، حسب لي يبغي الحلاوه بزاف. وانا هزت لي هنايا تقريبا 2 قراعي ديال الكوفيتير تاع كيلو كي كيجي، ما طحنتوش، هو دابا راسو باقي فيه شويه الطرف ديال الكوفي ديال المشمش هكذا، لانني يعني انا قطعته ما طحنتوش. انا عمرت به 2 قرعة ونص ديال القرعه، كيجي هكذا شي ثقيل. هيا خواتاتي، نتمنى يعجبكم الفيديو في وصفه اخرى ان شاء الله، وفي فيديو اخر ان شاء الله. هيا تهلاو، بالسلام عليكم، فرصه اخرى ان شاء الله.